معلومات ونصائح حول مرض فيروس كورونا المستجد سارس كوف 2. فيروس كورونا المستجد سارس كوف 2 هو سلالة جديدة من فئة فيروس كورونا، وكيتسبب في مرض معدي كيصيب الجهاز التنفسي ويمكن يؤدي المضاعفات في بعض الحالات. وقد تم التشخيص ديالو في مدينة أوهان بالصين أواخر دجنبر 2019. كيفاش يمكن تنتقل العدوى؟ حسب المعطيات المتوفرة لحد الآن، فيروس كورونا المستجد ينتقل عند الاتصال الوثيق بشخص مصاب بهذا الفيروس. ما هي فترة حضانة الفيروس؟ فترة حضانة فيروس كورونا المستجد كتمتد من يومين إلى 14 يوم. ما هي أعراض المرض؟ الأعراض اللي كتكون عند الشخص المصاب بهذا الفيروس هي ارتفاع درجة الحرارة، كحة، وصعوبة في التنفس، وذلك خلال أسبوعين بعد مغادرة أي منطقة موبوءة، أي التي انتشر فيها المرض. إذن أشنا هو العلاج؟ هو نفس علاج أعراض الالتهابات التنفسية الفيروسية لتفادي المضاعفات. ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد؟ للوقاية من الإصابة بالفيروس ينصح الالتزام بقواعد النظافة المعتادة. نغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وخصوصا بعد مصافحة أو ملامسة أي شخص مريض. تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو بالمرفق في حالة العطس أو الكحة. تجنبوا قدر الإمكان ملامسة والاحتكاك بالأشخاص المصابين بأعراض تنفسية. تجنبوا كذلك التجمعات البشرية غير الضرورية. بالنسبة للمسافرين قادمين من المناطق التي ينتشر فيها هذا الفيروس، وزارة الصحة وضعت رهن إشارتكم الرقم الاقتصادي ألو اليقظة الوبائية 080-147-47، وذلك للاتصال في حالة ظهور أي أعراض تنفسية خلال أسبوعين من مغادرة هذه المناطق.